أهلا هاني أبو، كيف مالكم تشوفوا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شرعتكم من يوم هنا شبيبة؟ قعدنا تقريبا 6 شهور هذا ويجو هذا. واحد ما من أيام. واحد ما شاف لينا أو بربي معنا. هذا ما كان أو ربي يشوف. عرفت الدار، ربي يعاونكم على رزقكم. ما كيف فاش الله كيف ما جاكم ما تحاوروا معاكم ما سقسوكم ما قالوا لكم والو طاحوا لكم 3 مرضى البارح ما ناش لي زالجيريا شكون انا نشوفوا في روحنا ما ناش كاع لي زالجيريا واحد ما حب يسمعنا واحد ما حب يفهمنا البارح خاوتنا يطيحوا في البرد الله غالب واش رايحين نقولوا يا ولدي لا اله الا الله محمد رسول الله ربي يجيب السلاك ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله السلام عليكم. ثم ثاني مع جماعة هذو المعتصمين. وش اللي المطالب تاعكم؟ احنا سمعنا هنا رانا نباتوا هنا ونظلوا هنا ما رايحين من هنا. هاينا العمل انا نبذونا العمل تاعنا نحوسوا عليه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. كاش ما جاوكم ولا هضروا معاكم ولا؟ ما جانا حتى واحد ما خدمنا حتى واحد. ايوا شكرا. هل معتصمين ولا؟ أنا عندنا سمانة ومعتصمين أخويا. معتصمين هنا؟ عندنا سمانة ومعتصمين هنا. ما جاكم حتى واحد ما هدر معاكم حتى واحد؟ أنا ما جانا حتى مسؤول. والأمن جاكم ولا؟ الأمن راهم هنا يحرسوا في الشركة مش يحرسوا فينا احنا وحدة. عندنا سمانة ديجا الناس طيح مرضى من البرد. عندنا سمانة شفت البرد تاع البارح. شفنا شنو البرد تاع البارح؟ جينا البارح في الليل وشنو البرد تاع البارح؟ احنا هنا واقفين على حقنا. ما نضيعش حقنا في البلاد هذه ما نخلوش حق يضيع فهمت اللي نشوفوها ما نخلوهاش احنا كي نشوفوها وجابك هنا شفت حوايج مش ملاح جيت هنا اعتصمت ما عنديش معرفه انا ما عنديش معرفه كون عندي معرفه ما نجيش هنا الناس هاي بدل في ليبول ما عندناش مشكل تاع بطاله في حصرم عندنا مشكل تاع بطاله في الجزائر بصح ما عندناش في حصرم حصرم منطقه اصلا اندستريال منطقه صناعيه شركه تبعث في عروض العمل عندنا عندنا راك عارف عندنا هنا في حصرم انا عندنا المحسوبية بن عميست واحد يخدم في بوست يدوه البوست واحد اخر يبدلوا له في بوست كما يحب في دارهم بالتليفون السكنة تبدلت هدايا الخدمة هدايا احنا هنا حصرا ما عندناش مشكل تاع بطل باش الدولة تبوزي الحكومة هذه تبوزي على نقطة حصرا حصرا ما فيهاش مشكل بطل فهمت كان مشكل تاع حقرة تاع تهميش يهمشوا في فئة معينة حتى نجي انا للشارع نبني قيطون في الشارع هذه راه حقرة تهميش ومن بعد ما يديهاش فيك انا قادر نديه هو نحاسب مسؤول هذا اللي راه لاحني هنا نحاسب كاين مسؤولين انا حطوا هنا يتحاسبوا عليا لو كان جات الحكومه مريقله كون راهم جاو حاسبوا الناس هذه عاقه هاد الناس يجوا يفتحوا فيها تحقيق ويشوفوا واش راه كاين واش راه صاري على ولات الناس راهي تلوح هنا هذه ناس ما عندهاش معرفه راه تلوح هنا ناس ما عندهاش معرفه ناس جاي على ربي هنا تخيل اخويا البارح برد الدرجه تحت الصفر وما كانش ني حمايه مدنيه ني ابوليس ني حتى حاجه يسمى العباد هادو وخلي يموتوا برك ما فهمنا والو اللي راهم كاع هنا راهم كاع وليدات حصرنا ما كاش لي منا كاع رانا وليدات حصرنا نعرفوكم كاع مليح مليح كاع وليدات حصر ظل وكاع ترى واحد من البيت في السبيطار سيرو انا ثاني سيرو كاش لي شاد فينا كاع شوفوا فينا برك شوفوا فينا برك صبرونا ربي يجيب الخير ان شاء الله